إذن انطلاقة للشوط الأول، والآن بداية الكرة عند الأهلي. الجناح الأيمن لأبو بكر عقيلة، مر مباشرة باتجاه تورغي أو جبريل مرسال، نقلات للأهلي، ولكن سرعان ما تخرج الكرة إلى خارج الملعب. تيبية تنفيذ الجانبية، وهنا خطأ آخر. إذن اللعب دائما عبد الرحمن العبابي، كرة تلعب داخل منطقة جزاء، تحول بالراس، كل أخ يلعب أمام أخيه في هذه المباراة، الجميع أخوة والجميع أحباء، ونتمنى أن علي يوسف، ولكن تدخل من جديد من مبكر المغربي، عادة ما يلعب كظهير أيمن هذا اللاعب، لكن هذه المرة المدرب يجعل متوسط الدفاع مع اللاعب علي شتيوي. هذه كرة من جهة اليمين، كرة مرفوعة على القائم الثاني لكن بعيدة، كل الكرات لا تصل كما ينبغي لمهاجمين فريق الأهلي، يا اما تكون طويلة اما تكون مقطوعة. وهذه هجمة، هجمة عن طريق اللاعب رقم 8 اللاعب عبد الله للعب من جديد بعد مرور 25 دقيقة لعب، وتذكير بالنتيجة، هي على أي حال النتيجة موجودة أمام السادة المشاهدين على شاشتنا الصغيرة، التعادل السلبي بين الفريقين، وكنا ولا أخرى، والتسديدة الركنية رائعة من بودابوس. بودابوس يشير أن الكرة قد تكون لامست اليد. الإعادة أمامكم، السادة المشاهدين سيتحكمون بالكرة إذا كانت لامست أم لا، متروك الأمر للسادة المشاهدين، وهذه الركنية لصالح هذه إعادة للكرة الماضية اللي سددت للاعب لوكو، كرة في الجناح الأيسر، بداية هجمة، هجمة سريعة لصالح فريق الأخضر، يحاول التمرير ولكن تغطية لازمة تعود إلى منتصف الملعب صالح فريق الأهلي. كاد أن يباغت هذه الإعادة الآن أمامكم، إبراهيم وجد ثغرة للتسديد، سدد بقوة، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فريق الأخضر. إذا رائعة كانت من إبراهيم دابوس، كادت أن تباغت الجميع، وعقيلة يحاول يتوغل يلعب الكرة، ممكن، والحكم يعلن عن ركلة الجزاء. هذه المرة الخطأ يقع من اللاعب علي شتيوي، علي شتيوي اللي وقع في خطأ الآن في الدقيقة 45، والفريق الأهلي الكل ينتظر، محبو فريق الأهلي، هذه إعادة أخرى من زاوية أخرى. شكرا للسادة أو الإخوة الزملاء. الحكم يطلب اللاعبين عدم التدخل. بودابوس، وحارس المرمى ينجح هذه المرة، مفتاح عبد الحميد. ملتقانا بكم في الشوط الثاني، سنتحول بإذن الله إلى زميلي فوزي حميد في استوديو تحليلي صحبة اللاعب السابق أحمد العماري ولاعب فريق الأهلي رزق الله عبده. هذه محاولة، فرصة أخرى ممتازة للتمرير، فرصة مراوغة جيدة والتسديد، يا سلام يا سلام يا الدقيقة بعد ثلاث دقائق ينجح الأهلي، أو 4 دقائق بالأحرى، ينجح الأهلي في هز الشباك عن طريق اللاعب أيفيونغ اللاعب رقم 18، وصلات كرة الآن يتقبل في هذه الهجمات، تلو الهجمات لصالح فريق الأهلي. محاولة، فرصة، الحارس يخرج من مكانه بعد أن كاد أن يخطف الكرة. ياردة لفريق الأهلي، كرة ملعوبة خطيرة على صعيد تمريرات فريق الأهلي، بغيت وجود ثغرة والتوغل. خطأ آخر لصالح فريق خلف هذه الكرة اللاعب عبد الرحمن العمامي، ننتظر، يسدد نحو المرمى، رائع الهدف، رائع الهدف، رائع يا عبد الرحمن، وضع الكرة في المقص كما يقولون. تسديد من بعيد تلامس خطيرة، وانتظار صافرة الحكم والركنية في وقت قاتل، يعني من ركنية
ينجح فريق الأخضر في تسجيل هدف الفوز في بهتة دفاعية واضحة، بهتة دفاعية. إذن الأخضر يباغت الأهلي ويسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع في الوقت القاتل. أول خسارة